من واحنا صغيرين ورمضان دايما مرتبط معانا بحاجات كتير بنحبها، زي السحور والمسحراتي ومسلسلات رمضان وحلويات رمضان زي الكنافه والقطايف والزلابيه اللي اكلها بقى من طقوس الشهر الكريم. وكان بدايه ارتباط الحلويات بشهر الصيام عندنا لاول مره في العصر الفاطمي، وبالتحديد لحظه دخول المعز لدين الله الفاطمي القاهره في رمضان. ساعتها الاهالي خرجوا يستقبلوه بعد الفطار وقدموا له الهدايا اللي كان ما بينها الكنافه، ومن ساعتها اكل الكنافه بقى من العادات الرمضانيه المشهوره في مصر. وبعد كده العاده دي انتقلت بلاد الشام. حلويات رمضان ليها أشكال كتير، وبداية كل حاجة فيهم ليها قصة، وكل اسم ليه أصل. فمثلا البقلاوة نوع من أنواع الحلويات الشامية، وكلمة بقلاوة جاية من بقوليات، وده علشان الفول السوداني يعتبر مكون أساسي من مكوناتها. أما الكنافة فكانت بدايتها برضو في بلاد الشام، وأول واحد اتقدمت له كان معاوية بن أبي سفيان. ومعنى كلمة كنافة في اللغة العربية يعني كنف الله، ومعناها حصنه ورحمته. ولو رحنا لحمص في سوريا هنلاقي ان لقمة القاضي اصلها هناك، واتسمت بلقمة القاضي في القرن ال 13 الميلادي في بغداد، ومن اللحظة دي وهي منتشرة عند العرب. قولنا بقى في الكومنتات انت بتحب تاكل حلويات ايه في رمضان، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وفولو لاي بلاتفورم تلاقينا عليها. وبس كده.